أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية يطلعنا على المزيد من بيروت. أحمد، ماذا لديك بخصوص هذا الحادث؟ نعم، تحياتي لك في البداية. ربما هذا الحادث هو في عمق جديد في الداخل اللبناني، في يقع في شرقي الدولة اللبنانية وتحديدا في البقاع الغربي، حينما قام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف سيارة تضم قيادي في الجماعة الإسلامية في لبنان، مما أدى إلى مقتله. ويجري العمل الآن على جمع الأشلاء جراء شدة إطلاق الصاروخ أو التي أحدثها الصاروخ الذي استهدف سيارة رباعية الدفع أثناء سيرها على الطريق. هذه ليست المرة الأولى التي يتم استهداف مسؤولين في الجماعة الإسلامية وتحديدا في البقاع الغربي. كانت آخر العمليات في أواخر شهر يونيو الماضي، ولكن هذه العملية تأتي بعد ربما يمكن ما يمكن وصفه بالتهدئة وتحديدا في البقاع الغربي على مدار الأسابيع القليلة الماضية. هناك عمق أكبر للعمليات، هي وقعت في شرقية الدولة اللبنانية على مسافة ربما تبعد أكثر من 50 كيلومترا عن الجنوب اللبناني. استهدفت أيضا مسؤول في الجماعة الإسلامية وليس في حزب الله، وتحديدا هو مسؤول في قوات الفجر التابعة للجماعة الإسلامية، والتي سبق وأن أعلنت وتبنت تنفيذ عمليات من الجنوب اللبناني في الآونة الأخيرة بالتعاون أو تحت مسمى المقاومة الإسلامية في لبنان. هذه العملية ستفتح بالتأكيد الباب على عمليات رد كبيرة من الجبهة الجنوبية اللبنانية، وتعيد الجبهة الجنوبية اللبنانية إلى ربما ذروة العمليات مرة أخرى، لأن هناك قاعدة أرسيت منذ اليوم الأول لهذه المواجهات على طول الحدود الجنوبية اللبنانية، وهي التصعيد مقابل التصعيد والعمق مقابل العمق. فبالتالي من المتوقع أن يكون رد حزب الله في عمق أكبر في الداخل الإسرائيلي، وأيضا يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية حيوية. وفي مثل هذه الحالات التي تكررت على مدار الأشهر القليلة الماضية، مثلما حدث أيضا حادث استهداف في شهر إبريل الماضي وأيضا في شهر فبراير الماضي، فهناك العديد من العمليات أو عمليات الاغتيالات لمسؤولين في الجماعة الإسلامية تحديدا في البقاع الغربية على مدار الأشهر القليلة الماضية. وفقا لهذه السوابق، فإن حزب الله عادة ما يرد باستهداف قواعد للطيران المسير أو قواعد جوية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة في الشمال. نعم أحمد سنجاب، سنكون على تواصل معك على مدار اليوم في حال توافر مزيد من المعلومات حول هذه الحادثة. أشكرك شكرا جزيلا أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت.